عبارة مسيئة كتبت على تمثال أبي جعفر المنصور الذي يقع في المدينة المسماة باسمه إلى جانب الكرخ من العاصمة بغداد، أثارت حفيظة النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وطالبوا الجهات المعنية بمحاسبة الفاعل. بعد ساعات قليلة من إطلاق حملات غضب ورفض على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية عن اعتقال المتهم بعد تتبعه بكاميرات المراقبة المنتشرة في تلك المنطقة، واعترف المتهم بفعلته. هذا الفعل لم يكن الأول، فلطالما أثار تمثال المنصور جدلاً عراقياً، ففي عام 2005 فجر رأس التمثال، وفي عام 2012 أزيل التمثال لأغراض الترميم ما أثار غضب المثقفين، وفي عام 2021 أثيرت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي كانت غريبة طالبت بإزالة التمثال، أما في عام 2022 هدد التمثال بالإزالة والهدم والتدمير، لكن القوات الأمنية العراقية أحاطته وحمته آنذاك، ويبدو أن تمثال المنصور لا يزال يثير جدلاً كبيراً في العراق بعد مرور 1248 عام على رحيل المنصور.